طيب نروح بقى للمراحل العمرية اللي فيها لازم يكون في تدخل بقى من الفيتامينز، أو نبدأ اوكي ناخد فيها فيتامينز. نبدأ من سن كام إن احنا نهتم بفيتامينز؟ وهل كل مرحلة عمرية ليها فيتامينز معينة لازم تدخل جسمي؟ خلينا نغير السؤال، بلاش نقول مراحل عمرية، نقول حالات صحية. أي حد ما بياكلش كويس، ما بياكلش غذاء متنوع، وغذاء متنوع هنا بعني بيه مجموعة أساسيات لازم نبقى عارفينها. يعني شخص ده ما بياكلش 5 حصص من الخضار في اليوم. 5 حصص يعني إيه؟ بعتبر ثمرة الخضار دي حصة، شوية جرجير كده في إيدي دي حصة، طبق مثلا بامية كده صغنن البولة الصغيرة دي حصة. فأنا عايزة 5 حصص بلونين أو 3 في اليوم، تمام؟ عايزة ثمرتين فاكهة، عايزة يبقى عندي نوع من البقوليات، حمص، ترمس، فول، لوبيا، فاصوليا كده، حاجة توازي بولة صغيرة. حبوب كاملة اللي هو مثلا دي كامل الحبة، شعير، شوفان، كينوا مثلا، الحاجات دي، أي حاجة من الحاجات، فريك، الحاجات دي كلها. عندنا كمان منتجات الألبان، عندنا بروتين، سواء البروتين ده بناخده من مصدر حيواني او من مصدر نباتي. يعني عندي تنوع كده في الحاجات اللي باكلها. اغلبيه اكلنا يبقى جاي من النباتات، اللي هي بقى كل النباتات اللي عندنا تمثل 75%. لو انا باكل كده غالبا مش هحتاج اي سبلمنت مهما كان سني. تمام. هبتدي احتاج سبلمنت امتى؟ لو انا احتياجاتي زياده عن الكميه اللي باكلها، او ان انا بعاني من مرض مثلا، مرض مزمن، في خصوصا مرض زي مرض السكري. كتير جدا ما بيعرفوش يمتصوا كتير من المعادن والفيتامينات، فغالبا هيبقوا بيحتاجوا ياخدوا. الناس اللي بتعاني من السمنه المفرطه او السمنه بشكل كبير بيبقى عندهم سوء تغذيه، لانهم غالبا دايما بياكلوا الاكلات زي ما ذكرنا قبل كده اللي هي كلها بتعتمد على المخبوزات والحاجات دي، ما بياكلوش خضار وبروتين كافي، فغالبا هيحتاج. الحوامل قد يحتاجوا، المرضعه بتحتاج لانها احتياجاتها كتير واحتمال ما بتقدرش تاخد كميات اكل كويسه. الاطفال الصغيرين اللي ما بياكلوش، اللي قافلين بقهم على طول، او اللي فاتحين بقهم على طول بس على الشيبسي والحاجات الكرانشيز والحلويات دي كلها. عندنا الناس اللي عامله عمليات التكميم وتغيير المسار، لان احنا بنغير شغل الجهاز الهضمي، ما بياكلوش برضو. ما بياكلوش كويس، زائد كمان امتصاص المعادن والفيتامينات بيتاثر بشكل كبير. غالبا بنقول الناس بعد سن 50 قد يحتاجوا لمكملات غذائيه. معقول؟ انما قبل ده في كده ناس من ال20 ده ازايز فيتامين لا، ونطلع نسافر، ولو مش عارفين نسافر، لو حد مسافر والنبي تجيب لي وانت جاي معاك فيتامين كذا وفيتامين كذا، فده من السن الصغير. ما هي الدراسات، يعني الدراسات كلها اللي معموله بره بتقول تقريبا اكتر من 95% من السبلمنتس اللي موجوده غالبا ملهاش اي لازمه. يعني في مئات الملايين بتتصرف لان سوق المالتي فيتامين مفتوح. انت اي حد يقدر ياخد مالتي فيتامين، لان غالبا مش هيبقى ليه اضرار. في الحبايه اللي هي نفسها بقى مالتي فيتامين اساسا. ايوه بالظبط. فالناس كلها بتجري، وانت بتعملي دعايه بقى الشركات دي، وتقعد مثلا تمسك دراسه طلعت على عدد صغير من الناس تقول اهميه الفيتامينات او المعادن دي، فالناس كلها تجري وتجيب الحاجه دي، وسليبرتيز بقى وانفلونسرز يطلعوا يتكلموا، فالناس كلها ايه حاسه ان هو ده حصل على فكره مع فيتامين دي، فيتامين د. بالظبط، كل الناس بقت بتدور على فيتامين د والاوميجا 3، وعندك ايه تاني، الكروميوم، السيلينيوم، المغنيزيوم، الحاجات دي كلها فجأة كل الناس لازم تجيبها ولازم تاخدها. في حبوب نزلت مؤخرا في الاسواق برضو، الكولاجين والكولاجين برضو، ده برضو يعني برضو الناس بتاخده كده علشان خاطر بقى النضاره والحاجات ما دي. ما هي الفكره، الكولاجين ده عباره عن ايه؟ عن بروتين. انا يعني انا لما باخد قرص الكولاجين ده او باخد الساشوت اللي بدوبه في ميه، فكره ايه؟ هو مجموعه من البولي بيبتايدز او مجموعه من البروتينات، بس مش بروتين كامل كبير، بروتين متكسر. فهو لما بيدخل الجسم بيكسره للاحماض الامينيه اللي هي امينو اسيد، وبعدين بيعيد تركيبه تاني. فهل هيعيد تركيبه تاني في شكل كولاجين؟ ما هو ممكن يعمل بروتين تاني، فهو مش شرط ان هو يبقى مينلي يعمل لك كولاجين، بس هو نوع من ان
الناس دي ما بتاكلش بروتين كافي فبالتالي بتاخده. ممكن يجيب نتيجه لان انت بتزودي كميه البروتين اللي بتاكليه. هو طبعا بلان ايه لازم نحطها في دماغنا، ان احنا لازم ناكل اكل كامل متنوع. بالزبط. لو مش قادر اكله ابتدي ادور على السبلمنتس، لان السبلمنتس دي اخرها عباره عن ايه؟ شويه كيميكلز، شويه جير على شويه حاجات كده بنكبسها ونعمل بيها اقراص وخلاص. فهي الفايده بتيجي ايه؟ انا لو كلت مثلا حته كبده، حته الكبده دي بقى فيها حديد، فيها زنك، فيها فيتامين بي 12، فيها بروتين، يعني متخيله فيها حاجات كتير جدا، يعني مش محتاجه اقعد افكر لا اصلا لازم اخد فيتامين بي 12 وقرص بقى المغنيسيوم.